مشحونة ومتوترة حيث يتوافد المئات من أنصار الأنصار المتضامنة مع القضية الفلسطينية والذين يهتفون للعدالة من أجل فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة، وفي المقابل أيضا هناك تجمع وحشد لإسرائيليين قدموا إلى مقر المحكمة إلى قصر السلام هنا في لاهاي، حيث ستعقد بعد أقل من ساعة الجلسة الأولى، جلسة الاستماع الأولى للجولة الأولى من هذه المحاكمة الحساسة. كما تسمعين هناك هتافات لفلسطينيين قدموا من عدة مدن داخل هولندا وأيضا من خارجها للتعبير عن تضامنهم ولتوصيل لإيصال رسالتهم إلى القضاء المشاركين في هذه المحاكمة. من حيث الإجراءات الآن في هذه اللحظات دخل القضاء إلى قصر السلام هنا، وكذلك دخل المحامون وممثلو الدول وينهون الإجراءات الإدارية بانتظار أن تبدأ جلسة الاستماع الأولى. هذه الجلسة مدتها ساعتان مخصصة للاستماع إلى جنوب أفريقيا الدولة المدعية التي تقدم ملفا من 84 صفحة. هذا الملف يقوم على ثلاث محاور أساسية: الأول المرجعية القانونية التي بناء عليها قدم جنوب أفريقيا هذه الدعوة، لماذا جرت إسرائيل إلى قفص الاتهام هنا لاتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. المحور الثاني من الملف الجنوب الأفريقي هو المتعلق بالأفعال الإسرائيلية سواء بالقتل والتجويع والحصار وكل أشكال ممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. والمحور الثالث متعلق بنوايا الإبادة، وهنا ثمان صفحات متخصصة بسرد كل التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين من رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وقيادة الأركان التي تحرض بشكل علني ومباشر على الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هذا اليوم مخصص لجنوب أفريقيا، وغدا سيخصص لإسرائيل التي ستدلي بدفاعها وستشكك بأساس الدعوة وستناور وتحاول التركيز على 8 أكتوبر، وكانت قد سبقت أيضا بأنها قد قتلت 8500 مقاتل، وهذا يعني أن نسبة المقاتلين الذين قتلوا في قطاع غزة مقارنة بالمدنيين ليس هناك فارقا كبيرا، وهذا يدل على أنه ليس هناك إبادة جماعية. وتحضر إسرائيل أيضا لهجوم وربما ترفع دعوة ضد إيران وضد حماس وحتى ضد جنوب أفريقيا التي رفعت هذه الدعوة بتهمة دعم الإرهاب. كل ما تريده جنوب أفريقيا من هذه المحاكمة، صحيح أنها محاكمة لارتكاب إبادة جماعية، ولكن بما أن هذا الجرم لا يزال مستمر فإن المحكمة مطالبة يعني إطلاق إجراءات احترازية تمكن الفلسطينيين من الإفلات أو تمنع إسرائيل من الاستمرار في هذه الجريمة، وبالتالي تطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية ولو مؤقتاً إلى حين انتهاء المحاكمة. هذا ما تطالب به جنوب أفريقيا، ولكن ليس من المتوقع اليوم أن يصدر أي قرار، خصوصاً وأنها جلسة استماع للنظر إذا ما كانت المحكمة ستقبل دعوة جنوب أفريقيا أم لا، وغدا مخصص للدفاع الإسرائيلي، بعد ذلك سيتناقش القضاء. لجنة القضاء مكونة من 15 قاضيا من بينهم 3 عرب من الصومال ولبنان والمغرب، وأيضا جنوب أفريقيا أضافت قاضيا يحق لها ذلك، وإسرائيل أضافت قاضيا. نحن أمام 17 قاضيا يقفون اليوم للاستماع، يشاركون يناقشون، والقرار يتخذ بالأغلبية، أغلبية الأصوات، وليس بالإجماع. هذه محاكمة لها أبعاد سياسية، لها أبعاد أمنية، لها أبعاد بالتأكيد قانونية وشعبية، وإن كان هناك عدل في هذا الكون وفي هذا النظام الدولي فيجب أن يكون هنا داخل مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي سابقاً أصدرت أحكام لكنها كانت استشارية لم تكن ملزمة. في 2004 أصدرت قراراً بأن الجدار العازل غير قانوني ودعت إلى هدمه، لكن إسرائيل لم تلتزم. هذه المرة الأمر مختلف. اللافت أن هناك تغطية إسرائيلية غير مسبوقة لهذه المحاكمة لأسباب عديدة، أولاها أن هذه المحاكمة جاءت خارج تصورات إسرائيل أنه وبعد 3 أشهر من 7 أكتوبر تقف في قفص الاتهام بارتكاب أبشع جريمة في الكون هي الإبادة الجماعية، وأصعب ما يمكن أن تتهم به دولة في العالم. أيضا هناك خلافات داخلية إسرائيلية، وهذا ما تلاحظه من خلال التغطيات المختلفة للقنوات الإسرائيلية. أغلب هؤلاء هم من القنوات الإسرائيلية الذين حضروا لتغطية هذه المحكمة لبعدها القانوني ولبعدها الداخلي الإسرائيلي خصوصا، وأن الملف التي تقدمه أو قدمته أو تقدمه الآن جنوب أفريقيا لهذه المحكمة
يتضمن التصريحات التي تنافس فيها اليمينيون المتطرفون والوزراء في حكومة الحرب لاجتراح أشد التصريحات ضد غزة وأهلها، وهذا يعد بمثابة الاعتراف الذي لا يمكن نكرانه. إذن المسؤولين الإسرائيليين ورطوا إسرائيل أمام المحكمة، وبالتالي يمكن للأحزاب السياسية أن تستغل هذه التصريحات وأن تناكف وأن تتهم وأن تستثمر هذه القضية السياسية في وسط أو في ظل الخلافات المتفجرة الداخلية الإسرائيلية. طيب، يعني هل إذن من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها غدا؟ هل هذا شيء مؤكد؟ لا ليس هناك من يؤكد متى يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا. الحكم النهائي إذا ما كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية أم لا، هذا سيستغرق وقت طويل، علما أن المحكمة في تاريخها لم تصدر حكما ضد دولة بأنها مارست الإبادة الجماعية. أصدرت أحكام بأن صربيا لم تمنع وقوع إبادة جماعية، لكنها لم يسبق لها أن حكمت بهذا الحكم، وبالتالي نحن ندخل أمام مجاهل قانونية، بما أننا لا نستند على أي سوابق قانونية. لكن جنوب إفريقيا تطالب بالإجراءات الاحترازية، وهذه هي أهمية المحكمة. أهمية المحكمة أن تطالب إسرائيل بأن تتوقف عن العمليات العسكرية، بما أن هناك شبهة بالإبادة الجماعية، إلى حين انتهاء المحكمة وإلى حين صدور القرار. هل ستقوم المحكمة بذلك؟ لن تقوم بذلك، لا اليوم ولا غدا، خصوصا وأن غدا هو اليوم المخصص للسماع للدفاع الإسرائيلي. إسرائيل يمثلها قاضي في لجنة القضاء وهو أهارون باراك. حتى اختيار هذا القاضي عبر عن جدلية كبيرة لدى إسرائيل. هذا الرجل الذي كان يصفه نتنياهو وأنصار نتنياهو سابقا بالخائن، قبل أقل من عام فقط أنصار نتنياهو خرجوا أمام بيت هذا القاضي ولاموا هتلر على أنه لم يكمل مهمته ويقضي على أهارون باراك، وهو تقريبا آخر الناجين من الهولوكوست، لأن أفكاره تروج لاحتواء الفلسطينيين والتوصل معهم إلى حل سلمي. وتعرفين بأن المجتمع الإسرائيلي قد انتصر فيه التطرف ولا يمنع صفة وطني إلا لمن لا يعترف بالحقوق الفلسطينية. هذا القاضي، أن يستدعى هذا القاضي الخصم اللدود والعدو اللدود لليمين الإسرائيلي المتطرف، للحكومة، لرئيس الوزراء ولأنصار رئيس الوزراء، أن يتم اختياره بعيداً عن جوقة القضاء المحيطين بنتنياهو، هذه إشارة قوية. وهو الذي كان سابقاً قد حذر مراراً وتكراراً بعزل إسرائيل عن الأسرة الدولية، وكان قبل 17 عاماً هذا القاضي هو المرجعية الأساسية لسلوكيات الجيش الإسرائيلي. بعد أن انتهى من وظيفته كرئيس المحكمة العليا في إسرائيل بدأ التطرف، وكذلك بدأ الجيش الإسرائيلي بتجاوز كل القوانين. الآن إسرائيل في ورطة كبيرة، لا يمكنها الدفاع عن نفسها، خصوصا وأن القوانين واضحة أن الإبادة الجماعية ترتكب، من يمنع ارتكابها سواء في وقت الحرب أو خارج وقت الحرب، وهذا يعني أن إسرائيل لا يمكنها أن تدعي بأنها في حالة حرب، وأيضا لا يمكنها أن تدعي بأنها تدافع عن نفسها، لأن صحيح. محكمة العدل الدولية سبق وأن قالت في قرار استشاري أنه لا يمكن لقوة احتلال أن تدعي بأنها تدافع عن نفسها، بما أنها قوة محتلة فلا يحق لها الدفاع. هناك أسس قانونية قوية تقوم عليها الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، وبالتالي إسرائيل أمام ورطة قانونية على المستوى الدولي والعالم كله، ولا يجرؤ سياسي في العالم لا يجرؤ أن يناقض قرار محكمة عليا بهذا الوزن وبهذا الحجم إذا ما أصدرت قراراً بالفعل. سلام عطالله مراسل الغد من لها، شكراً جزيلاً لك.